أصدقائي، ورجعنا لكم تاني في الفقرة التانية اللي كلنا بننتظرها مع عبير زياد. أنا عبير، اهلا يا محمد، ازيك؟ يعني احنا هنبتديها بضحك بضحك وانا عارفه بس عشان الختامه كده هنتكلم عن اتاخرت ايه؟ عليك وانت مش طايقني، هنتكلم عن ايه؟ عشان نبتديها بقى بالموضوع نكد بتاعنا. نكد اه، نكد نكد النكد الاسري او النكد. النكد الأسري، بيتهيألي الست هي السبب. يا ساتر انت بادئها كده. ما دي حقيقة. لا مش حقيقه يا محمد، أمال مين؟ لا الراجل، الست دي هادية كده وحنينة وطيبة. أصل الراجل جاي من بره، من الشغل، من الشارع كده، وراح داخل، راح مزعق، راح مهيص، وعمل مشكلة على الفاضي. لا راجع من الشغل حاطط الوش الخشب، كويس، فأنا شيء طبيعي إن أنا أقول له إيه أو اتفضل أعمل إيه. اتفضل اطلع بره، صح؟ لا ما أقدرش أقول له كده. هنقول له ايه؟ اهلا وسهلا، ماشي الحمد لله على السلامة، انت كنت تعبان النهاردة، بس لو كان نويها إن هو ناوي نكد ايه؟ نكد. ناوي ايه؟ وحد لما حد هيخش، لو انا دخلت بيتي، كويس، او اي حد، اي راجل هيخش بيته ولقى مراته بتقول له اهلا الحمد لله على السلامه، حتى لو هو تعبان طب افرض ومكشر ان انا ودماغه. قلت هو مكشر، افرض نقول ان انا تاني قلت، نقول تاني نقول هي تاني مش نقول تاني شريط يا نقول تاني محمد. نقول تاني لازم نقول ان لازم نخلي بالنا، علشان نقطه مهمه جدا. البدايه، في اي بدايه في الدنيا، انت انا، هل احنا بنتعامل بالفعل ولا رد الفعل؟ لا برد الفعل. هايل، رد الفعل عن فعل. اه كويس، تتخيلي ان انت لو بتقولي صباح الخير، مش صباح الخير، بتك على ايوه السين. كويس، الاثنين واحد. طب والاسلوب مختلف، والاحساس مختلف انهي احسن؟ بس هو جايني بايه؟ ما جاي في تعبان، راجل اصلا نكدي. تتوقع يعني انت اتاخرتي النهارده وانت اه جايه في انت الطريق. قايل ان انت هتقول ميكروباص وكده هتفضحني على هوا. ما تخيلي قلتش يعني، انا ما قالوا لي ان انت ما قلتش. قلتش على فكره. تخيلي فعلا ان انت جاي في ميكروباص والدنيا زحمه، او جاي في اتوبيس، او جاي في عربيتك المفروض ده كله. طب ماشي هقول لك على حاجه، والطريق انا زحمه، اتاخرت عندي النهارده، مشاكل في انا الشغل. جايه ايه؟ كويس وفعلا انا اتضايقت ان انا اتاخرت، انا كويس جايه اقول لك ايه؟ وشي عامل ايه؟ بضحك في وشك تمام. خلاص، لا يبقى المفروض كده. لحظه، انا عندي مشاكل في الشغل، عندي مشاكل في الطريق، عندي مشاكل، الدنيا غاليه، كل المشاكل اللي بتواجهني المفروض ان انا البي طب ما طلبات ده البيت. كله على الست برضو. ما انا قلتش، طب اديني فرصه. لا انا مش هديك فرصه، انت جاي وانا ما جيتش تدافع عن اتخانقت، وانا ما الراجل. جيتش اتخانقت معاكي، اصل انا مش جاي اتخانق. اهو انت بتهاجميني من غير مش حاجه. بهاجم، مش اه بهاجم بص، زي ما بتدي. بشاهدكم، يبقى اهو الستات كده ما بتديكش فرصه تقول اللي انت عايز طب تقوله. اه خلاص انا لا ساكت، قول، اتكلم. اه عشان ابقى في ديمقراطيه. دلوقتي دي ديمقراطيه، دلوقتي في ضغوط ماشي. طب ما الست دلوقتي الضغوط اللي انت بتقولها دي كلها زود عليها ضغط البيت، ضغط الولاد، كويس، يبقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض هايل. ان انت تطبطب. اطبطب امتى؟ لما حد يدلع طب يعني ما تدلع الاول. عشان تطبطب. لا الاول حد يقابلني مقابله كويسه فهضطر ان اطبطب عليه، لكن انت بتقابلني هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مش ع... لا كله انا كله مش كله كله موافقاك على كده، انا مش موافقه على الاسلوب ده خالص، تمام. ان انا اقابل كده جوزي بالمنظر ده. لا ده مش يعني انا مقابله دي. جدتي الله يرحمها كانت دايما بتقول لي حاجتين مهمين جدا، ودول يعني كنت بعشق في الحاجتين دول بالذات، وبقولهم لأي رجل أو أي ست. اللي هما أول حاجة، لما تيجي تدي مراتك فلوس، اديها فلوس فكة، يعني مش ميتينات مرة واحدة، يا ريت تخدعها بقى يعني، عشرينات، تخدعها عشرات، خمسينات كده، بيبقوا كتير، بيعملوا خداع بركة. يعني لا مش كده. خداع، ما أنا هقول لك ليه. طب اديني فلوس. لا لا طب ما أنت هتعيطي. لا اصل دلوقتي بادئها في ما أنا خداع، هقول لك انت ليه. دلوقتي ما تديني 200 جنيه عشرات. طب ماما هقول 200 لك جنيه يا ليه. محمد، طب انت لما تيجي تدوري على فكه حلتلي بتعملي ايه؟ مشكلة. حليت مشكله، يبقى حليت مشكله سهل جدا، ان انا في اي وقت الاقي سيوله معايا وشكلهم بيبقى حلو. دي طيب حاجه، ماشي اوكي، دي واحدة اول نقطه. ماشي. النقطه نقطة الثانيه، تانية ان الست ما تطلبش فلوس وانت رايح على الشغل الصبح، اعمل ايه؟ هو جاي قولي من بالليل، الشغل، يعني بالليل انت عارفه هو بكره يبقى عايز ينام. لا بالليل قبل ما ينام احنا محتاجين واحد اتنين تلاته، مش الصبح كده وانت ماشي شغل عايزين كذا وكذا. يا احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والراجل رايح على شغله وهيشوف طب رزقه ماشي، واكل النكد عيشه. دي هيقول لها وانت مش لاقيه ان انت تطلبي ولا رايح انام؟ النكد دي هيطلع اي مبرر يا محمد. انت بتطلبي امتى؟ لا ما بطلبش، هو بيدي على طول. يعني فاهمه قصدي ايه؟ لا يا جماعه، احنا لينا طلبات في البيت، لازم الطلبات اللي بنطلبها نختار الوقت المناسب. يعني بجد بجد انا بتكلم ان النقطتين دول مهمين. المشاكل بتاعتنا كلها ممكن نحصرها في حاجات بسيطة جدا، المقابلة، قابلني كويس، انا مش محتاج حاجة تانية، ان انا ارجع البيت اخد فترة هدنة، محتاج انام
سيبينا انام ونطلع بعد كده نتكلم زي ما احنا عايزين، محتاج اهدى اهدى، محتاج اكل اكل. الراجل بصي، الست لما نيجي نشرح المخ بتاع الست والمخ بتاع الراجل ده بيفكر ازاي والست بتفكر ازاي. الست بتفكر نظام مربعات 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 مربعات. دليل على كده يعني ايه مربعات؟ افهم هقولك يعني ايه مربعات. الست ممكن تغسل ماشي وتشوف الولاد وتعمل الاكل، هي تقدر تعمل حاجات كتير الراجل ما يقدرش يعمل، لان دماغها المربعات بتقدر تتحكم فيها. الراجل بيفكر في حاجه واحده بس، ازاي عنده مربع يجيب واحد بس، مربع واحد بس. طب وده من باب طيب ما انت بتجاوب على نفسك، أنا هقولك عنده حاجه اللي واحده عنده بس. اللي عنده القدره ان يبقى عنده مربعات يديني مربع صغير يحطني فيه ماشي، يهدى. واللي فاضي وعنده مربع واحد طالما احنا ده ماشيين مربع مضغوط وغصب عنه ما عندوش وسيله ايه؟ يفكر غير كده. طب ماشي، فين الراجل دلوقتي اللي يستحمل ان هو في البيت واولاد وشغل؟ مين الراجل يقدر؟ ما هو مش مصر. على دليل ان هو بيتجوز على طول. هايل، برافو عليك. خلاص، هل مسؤوليه الرجل انه يقعد مع الولاد والبيت يقعد مع افرض الولاد ان والبيت؟ الظروف حطته في نفس مش هيقدر يعمل مش كده. ليه؟ لانه مش طبيعته. طيب ما احنا تاني عارفين تاني بقى تاني. مش طبيعته. مين الاولى؟ الولد الصغير لما بيبقى مريض مين اللي بيقعد معاه اكتر حد؟ الاب الام. ممكن يكون بينام والام تقعد دي سهرانه. انانيه يا محمد بقى، مش هنقول طب ان هو لحظه عشان لحظه نكد. شوفي برضه احنا بتهاجمي بعدنا دول. عن النكد لا على لحظه، فكره. الاب بينام لانه طبيعته الحنيه عند الست مش عند الراجل. طيب القلب الرهيف عند الست ماشي، مش ممكن عند بعد الراجل. ممكن مش اقف لغايه هنا؟ انت نقف. بتقولي الحنيه، طالما انت عارف ان الست حنينه كويس، طب ما تضغط على الحته دي، اكسبها بالحته دي. هو انا لحقت ده؟ بتخش تواجهك على طول ببوكس في وشك بالكلام يعني، مش بوكس بوكس. لا بس كلمه كويسه او كلمه او طبطبه. ما نسمع اغنيه حسين الجسمي بقى. بصي انا مش ممكن. بصي احنا لسه احنا بنقول ليه؟ احنا بنقول علشان نحاول ان يبقى في بيتنا في اسرتنا الصغيره نحاول ان احنا نهدي الامور اللي ما بيننا. لكن بجد في الاخر خالص في نهايه الحلقه هنكتشف ان الست هي النكديه. لا والله يا محمد، طب هقول لك على حاجه، ماشي. هديك مثل كده، هو مش انا مش بحب الشخصيه دي خالص، اللي هي شخصيه السيد، كويس، شخصيه مزدوجه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي يدخل البيت بشخصيه يعني خرافيه، الكحه بتاعته او كده، صوت بيخوف الناس ويرعبهم، وامينه قاعده في جنب خلاص. في الوقت نفسه ان هو ممكن يبقى البيت بقى دلوقتي ان يخرج بره برقص وحاجات تانية خالص، بيفرح دي وبينكد على دي، لحظة. يبقى الراجل مين؟ هو لحظة، مش يعني ما انا هسألك، السيد ده نموذج مش لكل الرجال العرب انا او قلت في المصريين. الاول ايه؟ ده ماشي، نموذج احنا بنرفضه. بس معظم الرجاله واخدين طب السيستم وامينة بتاعه ده نموذج مشرف للست، اكيد. هايل. طيب ما نخلينا في امينه تبقى امينه والسيد نغيره. ما الراجل بيتغير؟ مين قال الراجل ما بيتغيرش؟ لا ما بيتغيرش، عنتي عنتي. ما هو او المشكله مثلا ايه ممكن ياخدها ايه؟ اقول لك لا الراجل ده انا يغير لو امتى؟ طبطبت يبقى هتفتكر ان انا ضعيف. الراجل يغير امتى؟ لما يحب الحاجه اللي عايز يغيرها. لا لما لكن بيحب الست ويحترم الست اللي لا قدامه. مش الست، لما يحب الحاجه اللي عايز يغيرها. ببساطه سهل جدا ان ممكن الست تاثر في الراجل تخليه يحب الحاجه اللي هي عايزاها مش يحبها. انا مش بتكلم في الحب ليها الاصل، ما طالما اختارها ان هي تعيش معاه في البيت واختارها انها تكون مكمله معاه حياته واختارها ان هي تربي ولاده وتبقى حريصه على اسمه وكل الاختيارات دي. خلي بالك كل الاختيارات دي اختيارات صعبه الست ما بتحسش اكيد بيها. اكيد، طالما اختار بس كل انت ده مش زله بقى، ما تكمل جميلك. انت عشان اخترتني وقعدتني في بيتك ماشي على عيني وعلى طب راسي. انا هقول لك حاجه، ما انا برضو يعني اخترتك. احنا ما معانا انا مكالمه، اخترت بس ماشي، اكيد اكيد مش المكالمه. هتنصفني اكيد. طب لو ما ست اعرفش ليه هتنصفني، احساسي. لو راجل مش هينصفني. طب ست يبقى نشوف. الو تنصفني. الو الو الو، ايوه مساء الخير. مساء النور، مساء مين النور. معانا؟ والله الموضوع اللي بتتكلموا فيه ده مين مهم. معانا الاول؟ دنيا. دنيا. دنيا ايه يا دنيا، معايا ولا ضدي؟ دنيا بصي معاكي يا دنيا، طبعا. الله ربنا يخليكي. معاكي طبعا. خلاص لانه اكيد يعني مش حاجه على الراجل قوي، بس هو النكد الاسري ده يعني انا شايفه ان طول ما الراجل عامل هدوء في حنين، البيت، مش عامل مشاكل، حنين، بيحتوي. انا شايفه ان الاحتواء سبب الراجل، اكيد يعني الراجل اكيد هو اللي بيحتوي، مش يعني الست برضو بتحتوي، لكن هو احتواء العنيل الراجل العامل بيبقى الاساسي. اكبر بكتير من احتواء الست. يعني طيب طول ما طيب هو طيب مين نعم. البدايه مين البدايه؟ هو الراجل طبعا. كويس، حلو قوي. الراجل امتى؟ لما يهدى
ويبقى هادي ويرجع بيته يتقابل بشكل كويس، جعان ياكل بشكل كويس، وبعدين يهدى وبعدين نستقبله كويس، هيطلع كل حاجة حلوة. لكن تخيلي من ساعة ما يخش البيت كده، انت جاي متأخر، انت طيب عملت لنا، انت مش هقول لحضرتك حاجة، اكيد جاي متأخر. هو الراجل لما بيدخل وداخل بضحكة، زي ما انت حضرتك بتقول ان الست تقابله بضحكة، هو اكيد لو هو داخل بيضحك مبتسم، صح، الست اكيد يعني هتبقى مكسوفة ان لازم تقابله كده. صح. هو جاي من بره طبعا شغله تعبه، مفيش مشكلة، تعبان وشغله تعبه، لكن يعني معلش يجي على نفسه شوية يعني ويضحك في وشه داخل، ما فيهاش حاجة، لكن لا ما يدخلش يتلكك على أي حاجة. يعني المشكلة يعني كلها، معلش هو عنده في شغله بره، شغله وهي بره عندها عنده مشاكل، شغل جوه، وعايز يدخل يلاقي البيت هادي، صح كده؟ صح الكلام. طيب هو عشان يلاقي البيت هادي يدخل ويتحامل شوية على نفسه ويبين للي موجودين ان هو كويس، ولا يبين للي موجودين ان هو تعبان وقرفان ومش طايق نفسه اللي قدامه برضو، يعني التقاط السلبي والايجابي. كلامك ممتاز، بس انا هسألك سؤال مهم. يتحايل على نفسه مع النص التاني اللي بيشاركه آلامه؟ في ناس بتعمل كده، في ناس يتحامل على نفسه وما يبقاش قادر. لا هي الضحكه، معلش هي الضحكه تحايل او تحامل. انت عايزاها ضحكه صافيه ولا ضحكه بتعب؟ انا عايزه حد يضحك في وشي وخلاص يا محمد. بصافيه ولا بتعب؟ اي حاجه، اي حاجه، المهم يضحك. الست اي حاجه بسيطه بتبسطها، يعني استحاله خالص، استحاله تكون انت حنين عليها وبتطبطب عليها وبتخاف عليها وداخل تضحك في وشها او مش بتضايقها، وهي هتضايقك او هتعمل نكت في البيت، هتتحرك حتى. ويعني انا جاي من بره كده، الست اللي قاعده عماله تربي ولادي وعامله لي الاكل كويس وموضبه البيت وشكلها حلو، مش طالعه لي، مش عايز اقول يعني كل الكلام ده، مش معنى ده للست يا محمد. استني لحظه. طيب مش معنى ده للست، لا اصل انت متحمل قوي على الست. انا بشرح على فكره، يعني هو معلش الرسول اوصاكم بده عليه الصلاه والسلام. هايل، صح، هايل، مظبوط الكلام. اي راجل بيفتكر ان ده ضعف منه، مظبوط الكلام. ليه؟ لان الست يعني بطبيعتها اضعف من الراجل، تكوينها اضعف. معاكي، صح، معاكي. طيب يبقى لازم انا لما ارجع بيتي مع كل الضغوط اللي بشوفها بره، مع كل الضغوط اللي بشوفها، ما هي برضه بتشوف ضغوط جوه، والله هي كمان انا ما قلتش لا، يبقى لازم واحد فينا يتحمل الاخر. احنا بننظم. أنا طب هقول لك حاجه، مش معنى انا اللي اتحمل، معلش سوري، مش انتوا بتقولوا ان الرجاله، يعني بتقولوا ان الرجاله يعني اقوى مننا، صح؟ بيقولوا كده. الرجاله اقوى بس الست اذكى. يعني الست اذكى كل حاجه. ليه؟ لا لا لحظه مني لحظه أنا؟ لحظه، الست اذكى. بتطلب مني انا اكون اقوى في حين ان انت بتقول انا الاقوى. ما انا ما قلتش لازم تعامليني بقوه، في القوه بيكملوا الذكاء، الاثنين لما بيتفقوا في مكان واحد او الاثنين لما ينضموا مع بعض هيعملوا حاله حلوه. بذكائك بذكائك تقدري تخلي القوه دي تنهار قدامك، او تقدروا تساعدي. لحظه، طب ايه النصيحه؟ وهو بذكائه يحتوي الست اللي معاه. طيب هو ده دورهم يحتويها. ايه النصيحة اللي انت تقولها لنا؟ انا بس نفسي كل راجل في الدنيا يعرف ان الست الكائن اللي معاك ضعيف ده، كل لا هي مش ضعيفة قوي يا دنيا. لا لا مش هنقول، يعني مش هنقول ضعيف، لا 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 ما تقوليش ضعيف، هنقول حنين. اهو شفتي من اولها اختلفتوا في كلمة. لا لا ضعيف، لا سواء الرجالة بياخدوها غلط، بياخدوها غلط، لا مش ضعف. أيوة. عندها قدرات يعني بتقدر انها تتحمل حاجات اكتر من الراجل على فكره، بس ايوه واكيد كده. واكيد كل الناس متفقه على كده. شكرا أكيد. شكرا، بنشكرك وتابعينا، وان شاء الله يعني انت ما كنتيش معايا خالص بس انا مبسوط من المكالمه. بص يا بيه، احنا ما قلناش لا، الاثنين بيكملوا تفاحه واحده، بيكملوا مسيره واحده. الراجل، انا بس عشان اقول، الست لما بيجي يتقدم لها حد فبتختار من وسط مليون حد واحد بس. الراجل لما بيجي يحط او يبتدي يفكر في انسانه بيفكر في الست اللي هتشيل اسمه، اللي هتربي ولاده، اللي هيتحافظ على بيته، اللي فيها كل الحاجات اللي بيتمناها. انا ما اختارش واحده عشان احطها في البيت انكد عليها يا محمد او اسيطر. طيب. عليها. طيب موضوعك طويل جدا. كبير. وعندنا اسئله وعندنا فايزين. عندنا فايزين. طب نقول الاسئله الاول. بس انا وصلت لايه معاك؟ ما بوصلش لحاجه. ما انا هقول لك حاجه في الاخر خالص،
الست النكديه مشيها مشيها. لا مش همشيها، حرام عليك حرام عليك يا محمد. نقول الاسئله بحاجة. طب هتقول الفايزين لا الاول؟ لا نقول الاسئله الاول. الاسئله في عندنا مطعم تجور بقرية تاني. أول سؤال، أول سؤال قرية اللي هو مطعم بدوية. بدوية قرية بدوية من الدكتورة ناهد علي، المهندسة ناهد علي، بتقدم لنا في كل حلقة فايز دعوة للعشاء لفردين. السؤال مطعم أو قرية بدوية من الساعة كام للساعة كام؟ قرية بدوية، مطعم بدوية في سيتي ستارز ليه توقيت بيفتحوا من الساعة كام للساعة كام؟ السؤال التاني عندي شركة الفراعنة بيقول ايه لون اللوجو الخاص بشركه الفراعنه. تمام، وبتقدم لنا شركه الفراعنه المهندس عيد العدس بيقدم لنا في كل حلقه 250 جنيه. السؤال عندنا اللي هو الثالث ان مصر دوت كوم. ركز في المعلومه اللي هتقولها عبير علشان من المعلومه دي السؤال. الموقع ده بيساعدنا ان احنا ازاي نسوق المنتج اللي احنا بنصنعه، المنتجات المصريه. المنتجات المصريه طبعا. لازم يكون خامه مصريه 100% او على الاقل 40% خامات مصريه. هايل، على الاقل 40%. اي حد بيعمل كده سهل جدا يخش على الموقع ويبتدي يسجل اسمه والموقع هيسوق له المنتج بتاعه. اوكي، السؤال بقى ايه النسبه او اقل نسبه ممكن تبقى الخامات المصريه موجوده في المنتج بتاعك عشان اقدر اسوق لك المنتج بتاعك. هايل، الجائزه بتاعتنا 250 جنيه. وفي جائزه كبيره قوي في شهر 12 مفاجاه كانت عاملها لنا الدكتوره داليا ابو المجد. مظبوط مظبوط. ما عندنا ناس فايزين من الاسبوع اللي فات والاسبوع ده والاسبوع اللي قبل اللي فات، يعني احنا عندنا اربع اسامي واربع اسامي، معانا ثمان اسامي. طيب. كويس. عبير انت قولي لنا كل الاسامي النهارده. اختارهم واقولهم؟ اه يعني ايه؟ طيب ماشي. يبقى مين بقى النكدي؟ الراجل. ماشي. اول اسم عماد جمال السيد. عماد جمال السيد. عماد جمال السيد. الف مبروك يا عماد. ده واحد. واحد. طارق عبد المنعم الشافي. طارق عبد المنعم الشافي، الجائزة الثانية. عندي أيمن حسين علي. أيمن حسين علي، ألف مبروك. ياسر حسين سيد. ياسر حسين سيد. بيومي محمود محمد. بيومي محمود كم كده معاك؟ ثانية. أربعة خمسة ناقص. جمال محمود عبد الله. هاتي بقى أنا قلت مين؟ جمال محمود عبد الله. تمام. أنت قلت ترجع أنت في كلامك على طول. أنت اخترتيهم؟ اخترتهم. معاذ محمد. معاذ محمد، ألف مبروك. سارة أحمد، واحدة. شفتي كام راجل الواحدة؟ يعني شفت عشان كل الرجالة دي نكدية. لا كل الناس دي بيتفرجوا علينا، ما ينفعش إن أنا أزعلهم. يبقى مين في الآخر؟ خلاص يا محمد. لا النكد أنا اللي بنكد. لا يا جماعة، أنا عايز أقول في الآخر إن إحنا شركاء في النجاح، في البيت، في العمل، في أي مكان بنواجهه. المجتمع مبني على الرجل والأنثى، على طرفين. طول ما كل واحد فيهم بيسعى إنه يسعد الآخر أكيد حياتنا هتبقى سعيدة، وطول ما كل واحد بيتنازل ويجي على نفسه شوية ويبقى حاسس إنه هو عايز يرضي الطرف الآخر. نحاول نرضي الطرف الآخر، بس أنت كمان استحملني لما كنت تعبان زهقان. ما هو ده اللي أنا بقوله محمد. استحمل. الاتنين عبير، آخر كلمة تقوليها لجمهورك. هقول ان النكد مش شرط ان تكون واحده او واحد، زي ما انت بتقول خلاص اقنعتني برايك. المهم ان العمليه تمشي او الحياه بتمشي شويه عليا وشويه عليك، عشان الحياه تمشي ان شاء الله اكتر من كده. طيب. اصدقائي، قبل المعده بساعه، النهارده اتاخرنا عليكم، بس ان شاء الله انتظرونا الاسبوع الجاي قبل المعده بساعه مع محمد هاشم وعبير زياد في برنامج كل الناس نيوز. اشكركم، ودايما على طول على تواصل، ابعتوا لنا الإجابات علشان تفوزوا معانا. أتمنى لكم وقت سعيد، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.